اثنين من الشباب الطيبة وقال لهم انه ربحوا مع مسابقة تعيش وتاكل غيرها بمناسبة سان فالنتان اقامة يومين بفندق البوريفاج مع كل الوجبات، وعلى اساسه وصلوا الشباب وكانت الكاميرا الاولى ناطرة باللوبي والكاميرا الثانية ناطرة بالغرفة. ليك شو صار؟ ايه فكرة معينك كيف تعطيك هاي الساعة؟ تفضل. ان شاء الله ما تعذبتوا على الطريق. لا لا ما فيش مشكلة. اي غرفة؟ دبل ما هيك؟ باتو. تفضل 950. طابق التاسع. طابق التاسع. اهلا وسهلا. بليز بدي اعذبك تطلع بالاسانسير اللي من هنا لان هيداك ما عرفتش. اوكي ميرسي. اهلا وسهلا. شو خير؟ شو بس؟ شو في؟ شو شنطة منه؟ شو؟ شنطة منه؟ أنت شو عم تعمل هون؟ مين أنتو؟ عم نفتح عم نفتح لا؟ مين أنتو؟ جينا هون نحن جينا نرتاحنا شوي. شو جابكم هون؟ معنا هون؟ طبعا فيني كنا غلطانين بالهذا هلا؟ ما تاخذنا ما تاخذنا حبيبي هيك ترتاحوا على العالم؟ عفوا عفوا لا تاخذنا غلط مش منا غلطنا هلا بنحكي معهم شو شو سكر يا اخي سكر شو بهالوقت كان كميل مع فريق التصوير نقلوا على تاني غرفه فيها ناس وفاطمة ناس ما غرفة فيها ناس معقولة غرفة فيها ناس أي غرفة فاتورة شو بيك فادي سامي وفرنسي سامي سوري جاد معقولة هيك يعني لعنا لقينا فيها ناس ايه سوري 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 مستر جاد بدنا نعتذر كثير ما تاخذنا ما تاخذنا بعطيك هيدي هي وستة كمان بتابع التاسع اهلا وسهلا فيكم ما تاخذنا تنغير ونعمل غرفة قولي هيك يعني ما قولي يعني شو عم تضحك علينا يعني اوف سوري مسي بس طالعين ناس يعني اصلا رح نقضي ما قولي هيك كمان يعني ما بدك شيء بدك شيء انتو اياه يعني لا بس شو الموضوع ما بدنا نفس الشيء كمان الغرفه فتحنا لقينا فيها ناس نفس الاشخاص كمان لقيت فيها ما قولي هيك يعني طيب بس شو مالي بالرواق شو بالرواق طيب ما قولي هيك يعني لحظه مشو لحظه الو معقولة نتالي مين في بنت سامي طب ليه ما بتقولوا لنا طيب شو اللي عم لما طب بس حقك علينا شو حقك كل مره حقك علينا رح اقدر ابسط عنا زين يعني ما قولي هيك يعني معلش شو رح يكون مالي بتيزع فيهم سويت خلص بعطيكم مسيو سويت هيدي بدل غرفه غرفتين بدل غرفه ونحن كثير هيك يعني عن جد انه طلعنا سوري بنعتذر عن جد اهلا وسهلا فيك مسيو معلش سوري جد كثير بس كمينا بالطابق التاسع كمان مرة نقل فريق التصوير وكمان كميل نقل كتابه واجا على ثالث غرفة قبل ما يطلع صبوري شو بدكم؟ قلنا اصلا هيك انا شو واخذ بدل غرفه انت معقول يعني هيك؟ شو بدكم شيء؟ شو جابكم انت بدك شيء خير معقول هيك؟
بعد لقت الله تبعنا يا اخي. معقول هيك يعني؟ شو بك شو شو عم بسي شو بك شو فاول شو بدك انا بقول؟ معقول هيك يعني؟ انا بقوطي خيي هون. انت بقوطي خيي هون؟ انت بقوطي خيي هون؟ هاي معقول هيك؟ ايه؟ كل بس عم فوت لقيت فيها. انا؟ انت معقول هيك؟ ما في غير هاي. بعدين شو بدك انت اخذ ان شاء الله اخذ 200 موزه. لا ما تكون انا طفيت عليك. انت فايت علي. لا انت فايت علي. هي جاي مع دون ارتاح. انا هذا سبيك لالي. ما شو هالسبيك لك؟ مش عارفين انا لك شو هاي معقول تعمل فينا يا عم. هونيك هذيك الغرفة الثانية. ما فيها هي الوحيدة. شو هي شو عم تضحك علينا يعني؟ معقول هيك يعني؟ شو الأوتيل هذا؟ شو نحن جايين نلعب هون؟ ما معقول هيك. أي واحد هيك. ما معقول هيك. ما معقول هيك. أنتم ما معقول هيك. أنا ما معقول هيك. شو بعد؟ لا نحن ما عندنا نحن مش معقول هيك. ما تسب. ما عم بدي سب ما تسب. شو مش معقول هيك كمان؟ هلأ تقلع طبعاً يا خي. روحوا تعالوا روحوا تعالوا. مين عم لك روحوا يا خي؟ جينا هونيك اللي أنا فيه ورجعنا جينا العمل أنا. معقول هيك يعني حبيبي؟ ما في شغل هذا. انه شو رح اغطيها هيك انا؟ لسه عم الاداره نحكي مع الاداره. كيف مع الاداره؟ بس شو بدك واحد كل اوضه المفروض نعمل ايه فيها؟ مش معقول. هاي هي ما في غيرها. شو عم تحلو؟ شو من 200 واحد انت معقول هيك يعني؟ اخذ كل واحد شو شفته؟ شفنا هيك يا اخي كل اوضه خلقت تخلق. مش معقول. بخلق كل اوضه شو ما في غيرها؟ مش معقول ابدا. نرجع نحكي مع الإدارة. مش معقول. مع الإدارة بدي أحكي معها. أنا بدي أحكي معها. مش أنت بدك تحكي معها. شو أنا بدي معقول هيك يعني؟ شو مأثر عليك؟ شو مأثر علي كثير يا خيي أنا معقول هيك؟ خلص خلينا نطلع 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 شخص يا خيي. طبعا يا خيي كل أوضة شو حطيت؟ مش أنا. شو أنت شبح ولا كيف؟ مش معقول. مش أنت. لا مش شبح. أنا ما عندي برنامج تعيشتك وغيره. حكلك ضحكة صغيرة وخدها بولداني. تعيش وتاكل غيره وصحتك بتهيني. اضحك لك ضحكة صغيرة وخدها بولداني. تعيش وتاكل غيره وصحتك بتهيني.